بسمك الفيليه، هنعمل وصفه سمك ورز كده صياديه بدقه حلوه كده او بطشه حلوه زي ما بنقول. اي نوع سمك فيليه، اي نوع سمك فيليه بقى اجيب له واعمل له خلطه اللي هي عباره عن توم، بس انا ايه التوم ده هقسمه علشان هياخد للطشه. للطشه انا بس عشان هنا عايزه ايه، هنا بس احط هنا البصله بتاعت الرز اللي انا هحمرها قوي، عايزاكم يكاد يكونوا بيحرقوا البصله. احط البصله كده واحط لها شويه ملح واقلب فيها كل شويه. ملحي فين انا؟ طيب واقلب فيها كل شويه لغايه ما تديني لون غامق. تمام، هحط توم مفروم، انا هخلي شويه علشان الطشه بتاعتي اللي هحطها على الخلطه كلها، وكمون وعصير ليمون والملح. تمام، وادي الخلطه، عصير ليمون ملح كمون، وانزل بيها على السمك. هغطيها احطها في التلاجة قد ساعة زمن، وبعدين بعد التلاجة بعمل ايه؟ بروح جايبة بقى ايه الدقيق وابدأ ابدره وانزله في بس ترى عشان الزيت يسخن. انا طبعا دلوقتي هبدره على طول، ان زي ما قلت لك لازم تحطيها ايه قد ساعة في التلاجة تتبل وتبقى اللحم ده يشرب منها. واي نوع فيليه عند السماك او سوبر ماركت زي ما انت عايزة، اي نوع فيليه حطها في الدقيق كويس كده، مبدرة بالدقيق حلو. يعني لما تعملي طبق دقيق للسمك حاولي يبقى هو للسمك بس، عشان ما تضطريش انت ترميه، تحطيه في كيس في التلاجة يبقى معروف ان هو للسمك بس. يتشرب كده، ده عادي متبل عادي جدا. هعمل له بقى الطشه بتاعته اللي هي عباره عن ايه، عن توم وخل وعصير ليمون وشويه ميه وملح وفلفل وكمون، وعايزه شويه شطه. ماشي، وهنزل هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف الاخبار ايه. كويس، يكون الزيت سخن مش مقدوح قوي مع الايه مع الفيليه علشان يستوي، وما اقلبش بسرعه علشان ما يتهريش معايا. يعني اسيبه لما ياخد راحته ويستوي كده، وبعدين اروح قلبها على الناحيه التانيه. بص بقى البصله كده، تحس ان هي ايه اتحرقت؟ ما اتحرقتش، لا هي البصله حمرة كده. على فكره البصله لما بتتحرق او بتحمر قوي كده مش بيحصل لها حاجه، التومه لو احمرت قوي كده بتمرر فما نستعملهاش، لازم تترمي. انما البصله لا، نحمرها عادي جدا. اروح حاطه لها بقى الميه، مثلا هاخد 3 كوبايات من الرز يبقى 3 كوبايات من الميه. ماشي، ومعاها سن الكمون والملح، واغطي عليها سيبها تغلي كويس جدا. يعني 3 كوبايات رز عليهم 3 كوبايات ونص ميه، عشان اسيبها النص ميه دي تقعد تغلي شويه، لو اتبخرت مش مشكله. حط لها الكمون، حط لها الملح، ابدا انزل لها الرز بقى. تعمل رز خطير بقى. اقلبها وايه واغطي واسيبها تستوي بقى رز صيادية لوحده. تمام كده، وهنا لسه طبعا السمك لسه بيتحمر، لما يتحمر كويس جدا جدا ويستوي حلو قوي في الاخر هعمل له الطشه اللي ايه هتشوفوها معايا دلوقتي. السمك اهو بالشكل ده، هبدا ان انا ايه نعمل له منظر بس كده، احط له الطشه بقى. الطشه اللي هتزود طعمه حلاوه دي عباره عن ايه، سنه زيت صغننه، معلقه معلقه بالظبط. بص هحط هنا معلقه توم مفروم، احمر تومه، سنه ملح. بص طش خل، طش خل، عصير ليمون، شويه كمون، سنه ميه،
وانزلها على السمك المقلي معلقه كده لكل واحده.